الصورة أبلغ تعبيراً من 1000 كلمة لوضع هذا المسن، وهي ترسم مشهداً يدمى له القلب. فبدل أن يمضي لحظاته الصعبة هذه بين أهله، ها هو في زاوية من غرفة بمصلحة الجراحة الاستعجالية. Donc il s'agit de monsieur Saadi Saïd qui est né le 31/12/1936 donc عنده 78 ans à peu près à Tizi Ouzou. حاولنا الاقتراب من العم السعيد لمعرفة ما الذي ساقه إلى هذه الحال، أين عائلته ومقره. فلم نجد منه جواباً، فهو لم يعد يطيق حتى الكلام. يقول لك يبي اون فام كانت معاه ويبغي كانت تسلم عليه، سلمت عليك شو اللي في سي زادجي وراحت. اسكو من العائله تاعو، اسكو الا ابوندوني، اسكو ما على بالناش. وهذوك لي بابي انتروفابل. اكثر شيء يحتاجه الانسان بعد ان بلغ من العمر عتيه يد ترعاه وعين تسهر عليه. اما العم السعيد فوجد بدل الاهل جدرانا، ظل يلازمها اياما وليال طوال ينتظر عائدا او حتى سائلا.